صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا عدا تكبيرة الإحرام؟ يقول أحسن الله عليكم: من جاء والإمام يخطب في صلاة الاستسقاء فهل يصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا؟ يعني من فاتته صلاة الاستسقاء، من فاتته صلاة الاستسقاء يصليها على صفتها جماعة أو فردا. أما من جاء والإمام والناس في الصلاة يدخل معهم ويسقط عنه التكبير، يتابع الإمام على ما هو عليه ويسقط عنه التكبير. نعم.